لنعمل سمكة حارة طرابلسية رح نحتاج لسمكة سمكة قاروص كاملة، كمان بدنا بصلتين واثنين ثوم ونص كوب طحينية، ربع كوب ليمون، كزبرة خضراء ربع كوب، وربع كوب جوز مجروش، نص كوب عصير برتقال، 2 معلقة صغيرة من الكمون، معلقتين صغار كمان من الكزبرة الناشفة، معلقة كبيرة صنوبر مقلي للوجه، زيت زيتون ورز أبيض للتقديم. إذا هاي السمكة الطرابلسية إن شاء الله. أوكي. طيب شوفي إحنا هنحطها في الفرن دلوقتي بدون إشي، هحط لها بس يعني يدوب شوية ملح وفلفل فقط، بس ملح وفلفل وزيت زيتون شوية. أوكي. وبعدين هوريكي هنعمل إيه فيها، لأن كل التوابل هحطها في الصوص، فأنت مهما حطيت لها هي هتاخد من الصوص. أوكي. أوكي. طيب انا هحط بس زي ما اتفقنا ملح وفلفل وهدخلها على الفرن بس جوه، ما حتى لو حطيتي ملح بس مش مشكله، لان انا كل التوابل بتاعتي في الصوص. اوكي. غاده جوه السمكه بخليكي تعرفي انها فريش صح، لانه لونها مثلا هاي كتير فريش يعني لونها. هقول دلوقتي عشان تعرفي السمكه الفريش، اولا في كذا حاجه، لون الجلد بتاعها لازم يكون فضي بيلمع، فضي بيلمع، عينيها لازم تكون بتلمع. اوكي. الخياشيم بتاعتها لازم تكون ما تكونش غامقه، لازم تكون فاتحه، فلو الثلاث حاجات دول موجودين السمكه بتاعتي بتبقى طازه. اوكي. ودي حاجات سهله يعني اي حد ست بيت بتقدر تشوفها بالعين المجرده يعني طبعا. خلاص انا هحط الصينية بتاعتي في الفرن. اوكي. هنحط البصل. اوكي. نبتدي نقلب البصل بتاعنا. طيب دلوقتي هنحط بقى الثوم. عندنا ثوم كله بحطه عايزاه يبان، يعني مش هنحط الثوم مهروس. كله زي شرايح يعني. طيب دلوقتي انا هاخد الطحينه اللي عندنا. اللذيذ بقى في الوصفه دي العصير البرتقال كتير كتير مش شويه بعطي طعم، بيميز طعمها بطريقه يعني شيء ثاني كانه بنعمله كتير، طعمها بيطلع حلو. حلو. هلا انت بدك البصل يحمر صح؟ لا خلاص كده تمام يعني بس كده كده لون ياخد. خلاص كده ممتاز، هخليه على جنب شويه دلوقتي. خلاص نطفي النار. لا بدك اياها. اوكي. هحط دلوقتي عندنا الطحينه، هنحط عليها الليمون والملح وهنحط الكمون والكزبرة الناشفة. شكله زاكي كتير يعني كتير، لازم 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 تذوقيها. وهناخد عصير البرتقال اللي عندنا نحطه وبعدين هاخد الجوز المجروش وهحطه كمان معاها. فانت متخيله بقى طعم الصوص عامل ازاي؟ رائع يعني طحينيه وهزود. انا هيك حسستهم بيلبقوا لبعضهم كتير، وهزود بميه لغايه ما اخد الكثافه اللي انا عايزاها. تمام كده اهو. ناخد بقى الجوز اللي عندنا يعني كده. طيب هاخد الكزبره اللي عندي كمان وهحطها على الخليط بتاع الطحينه اللي عندنا، وهبتدي بقى دلوقتي ازود ميه لغايه ما اخد الكثافه اللي انا عايزاها. بس كله هرجعه تاني على النار.
هي بس عايزة شوية ملح وشوية ليمون. طيب احنا بس بعد ما السمكة بتستوي 3/4 استوى هحط لها الطحينة بس ونرجعها وهدخلها الفرن تاني كمان 10 دقايق. طيب يعني صوص الطحين هذا بنحطه على السمك اللي احنا عملناه دلوقتي. طيب تمام، ناخد بقى الصوص بتاعتنا يلا. هنحطها عليها. سامعين وشايفين بقول لك خالد عبد الله بس عبد الله ما خالد كان لانه فوق بس متعود عليه من فوق. طيب عبد الله بقول لك سامعين وشايفين واحنا شامين هون الله يسعدك. طيب اهي يا عيني والله كتير يعني انا من الاكلات اللي بصراحه لا واضح كتير معجبه فيها بالعزايم يعني زاكي مرتبه كتير لذيذه. طيب هاخدها وارجعها تاني على رجعيها للفرن. شكرا على المتابعه وما تنسوش تشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد.